مساء الخير واهلا بيكم في هذا الاسبوع الحاسم، هذا اسبوع الحسم يوم الاثنين بعد بكره العالم كله مستنينا والعالم كله منتظر المصريين الاثنين والثلاث 26 و27 مايو هيقول ايه المصريين؟ المصريين هيقولوا كلمتهم وهتكون قد ايه الكلمه؟ لما بقول ان كل العالم منتظر المصريين الحقيقه انا ما ببالغش، لو تشوفوا الكفرج الميديا كفرج في كل جرايد ومجلات العالم هتلاقوا انه الانتخابات المصرية تأخذ حيز مهم، حيز معقول جدا من الترقب ومن التغطية الأجنبية، والعالم كله بيسأل والعالم كله بيتحدى، هل المصريين لسه متمسكين ب30/6؟ هل بعد سنة من خروجهم ضد نظام الإخوان وضد نظام مرسي، هل المصريين بنفس العدد بنفس الكثافة بنفس الثقة هينزلوا الانتخاب رئيس؟ الإجابة مش عندي، الإجابة عندكم، الإجابة عند 54 مليون مواطن مصري، هم دول عدد الكتلة الناخبة في جداول الانتخابات. الإجابة مش عندي، الإجابة عند كل مصري ومصرية، رجل وامرأة وشاب وكبير في السن وواحد عنده 18 سنة، كل المصريين اللي معاهم اللي يستطيعوا الانتخاب وهم فوق 18 سنة، الإجابة عندكم أنتوا، وأنتوا اللي هتجاوبوا عن هذا السؤال، هل المصريين لسه متمسكين ب30/6؟ هل فعلاً عايزين هذا الرجل أو ذاك الرجل رئيساً لكم؟ هل أنتوا لسه عايزين 30/6؟ هل بعد سنة من الإطاحة بنظام الإخوان لسه ضد نظام الإخوان؟ هل بعد سنة من العنف من التخويف من الترهيب من الإرهاب شايفين أنه لا مكان للإخوان في مصر، لا مكان للإرهاب في مصر، لا مكان للعنف في مصر؟ هو ده السؤال، وهو ده السؤال اللي أنتوا نازلين تضعوا بطاقة التصويت عليه. اوعوا تكونوا فاكرين ان انتوا نازلين والنتيجة محسومة، ارجوكوا هذا تفكير خاطئ، النتيجة مش محسومة، الحسم بس في صندوق الانتخابات، الحسم بس بصوتك وبرأيك وبانتخابك. لو انت قاعد دلوقتي تتفرج علينا وتقول طيب ما هو محسومة محسوم، ما هو يعني فلان ناجح، وطبعا احنا في صمت انتخابي ويعني مش المفروض نتكلم بتفاصيل اكتر، لكن في ناس تقول لك طب ما هو السيسي ناجح ناجح خلاص، انا ايه اللي نزلني؟ لا، لو عايزه ينجح لازم ينجح بفرق كبير، ولو عايز يعني لو خايف على حمدين انه يخسر برضه مش لازم يخسر بفرق كبير. وانا لازم اكون واضحه في الكلام ده ونكون واضحين، واحد لازم من مناصري السيسي لازم يكونوا متاكدين ان العالم كله بيستنى وبيقول هو هينجح بكام؟ هو هينجح بال 13 على الحروكروك زي ما مرسي نجح بال 13 مليون على الحروكروك، وانتوا عارفين ان الفرق كان بين مرسي وشفيق 800,000 ويمكن اقل، ولسه القضيه موجوده في القضاء بيتم التحقيق فيها. هنقول ان احنا عندنا رئيس ناجح على الحروكروك؟ طيب ولو في واحد من المرشحين هيخسر، هيخسر بفارق كبير ولا هيخسر ازاي؟ الأهم هنا هو معدل المشاركة، هتشاركوا بكام؟ هل هتشاركوا بنفس نسبة الانتخابات اللي فاتت اللي كانت 26 مليون مواطن مصري نزلوا، ولا هتنزلوا ولا هتشاركوا بكام؟ ده سؤال العالم كله بيتحدانا، كل تقارير النهاردة اللي في الصحافة الأجنبية بتتحدى إن المصريين هنزلوا بأعداد كبيرة، وبتسأل يا ترى دعوات المقاطعة اللي أكيد أنتم مش سامعين عنها لكن موجودة في الصحافة الأجنبية، دعوات المقاطعة اللي بيتكلم عنها الإخوان هل هتؤثر على المصريين؟ الإجابة مش عندي، الإجابة عندكم، الإجابة في كل المحافظات، الإجابة مش في القاهرة واسكندرية بس، لا، الإجابة في الصعيد، الإجابة في بحري، الإجابة في المنصورة، الإجابة في القناة، الإجابة في العريش، الإجابة عندكم أنتم، والإجابة عند الستات والرجالة. وصحيح ان الكتلة الناخبة 48% منها من النساء، لكن انا متأكدة واثقة وانا مغمضة عينيا ان الستات هيعدوا 55%. ليه؟ لان المرأة هي اللي خايفة، لان الست هي القلقانة، لان الست اللي فاهمة وعارفة ان هذا الرئيس يجب ان يأتي بأغلبية كاسحة، هذا الرئيس يجب ان يأتي بمشاركة كاسحة، هذا الرئيس يجب ان يأتي وهو يشعر ان وراءه دعم من المصريين، ان وراءه أغلبية تريحه وهو بياخد قراراته، ان وراءه أغلبية لما يكون رايح يتفاوض مع دولة، لما يكون قاعد مع الرئيس الامريكي، لما يبقى قاعد مع الرئيس الروسي، هو عارف
ان المصريين النسبة الكبيرة دي من المصريين وراه. النهاردة او بعد بكرة يوم الاثنين وانت نازل، ارجوك انت مش نازل بس عشان مرشحك، انت نازل عشان حاجتين، نازل عشان مرشحك ونازل ايضا عشان بلدك. لو كنت نزلت 30 يونيو فلزاما عليك ان تشارك في الانتخابات. لو نازل، لو كنت نزلت وخدت ولادك وعيلتك واهلك وامك وابوك وخدت لهم كرسي علشان يقعدوا عشان ما يقدروش ان هم يقفوا كتير، ارجوك اعمل كده كمان، اعمل كده كمان. خد والدك ووالدتك وجيرانك والست المصريه، انزلي خدي خمسه سته من صحباتك، محدش ينزل لوحده. احنا نازلين جماعه، احنا بلاش جماعه دي، احنا نازلين فرقه، نازلين مجموعه، نازلين مع بعض. وشوفوا المصريين في الخارج اللي وقفوا بالساعات وبالايام في حر ورطوبه وشمس وحاجه كانت مفزعه، لكن فضلوا واقفين، سافروا بال 400 500 كيلو، في ناس جت بطيارات من ولايات مختلفه في كندا وفي الولايات المتحده. ليه؟ علشان هم حاسين بالمسؤوليه. احنا كمان حاسين بالمسؤولية الاكبر. هنا الملايين، وهنا السؤال ان الناس هتسأل، يا ترى انتوا لسه متمسكين ب 30/6؟ هو ده السؤال. ويوم 26 و27 هو ده السؤال اللي هتجاوبوا عليه في الصناديق، يا ترى انتوا لسه متمسكين ب 30/6؟ يا ترى انتوا عايزين رئيسكم ينجح على الحركرك، ولا عايزين رئيسكم بهذا المشهد، المشهد اللي موجود ده اللي بفكركم بيه ده 30/6؟ ده انتوا مش احنا، ده انتوا، ده كل ست وكل راجل وكل شاب وكل ولد وكل بنت نزلت خايفة على بلدها، نزلت خايفة لا الإخوان يسرقوا البلد، لا يغيروا هوية البلد، لا ينزلوا ويدمرونا، لا يبيعوا لنا البلد ايش الحماس وايش الكذا وايش الكذا. نزل المصريين وقالوا لا، وحماهم الجيش. النهاردة وبعد بكرة المصريين تاني لازم ينزلوا يقولوا لا، احنا عايزين هذا الرجل رئيسا لمصر. ايا ما كان اختيارك انزل، ايا ما كان مرشحك انزل، لازم تنزل ولازم تعرف ولازم تشعر انك جزء من هذا الاختيار. انت بقى مش جزء من الاختيار ده، ارجوك ما تطلبش مننا حاجه وما تطلبش منه حاجه وما تنزلش تقف مظاهره، انت بس تنزل تقف بحق، تطالب بحقك لو انت شريك في هذا الاختيار. لو قررت ان انت هتقعد تتفرج علينا وبس، لو قررت ان انت قاعد مقموص، لو قررت ان انت والله شايف انه ما هو ناجح ناجح، ما هو سائط سائط، ما هو ما فيش حل، ما هو ما فيش امل، اوعى تطلب مننا حاجه. انت مالكش حق عندنا لو ما نزلتش، انت بس شريك في الاختيار لما تنزل وتضع صوتك. انت عايز حياتك تتغير، عايز حياتك تتبدل، عايز حياتك تتحسن. مش بكره هتتحسن، هتاخد وقت عشان نبقى واضحين. مش هتنزل فبكره فبعد بكره هتلاقي الشوارع اتعدلت والمرور اتعدل والمدارس اتحسنت والمناهج اتظبطت، ده مش حقيقي، مفيش عصايه سحريه لا مع السيسي ولا مع حمدين ولا مع اي حد في الدنيا. لكن هنصبر مع بعض، هنستحمل مع بعض، وهنواصل الطريق لان ده اختيارنا، ولازم نستحمل اختيارنا، ولازم نتفق مع بعض ونوصل للنقطه اللي احنا عايزينها. الاهم ان احنا بننزل نقول لا، احنا مش عايزين نظام الاخوان تاني، لا مفيش مقاطعة ومحدش قاطع، لا احنا نازلين. هنجيب كام؟ يعني المشير السيسي في اخر حواراته كان بيتكلم على 40 مليون، انا شايفة ان ده كتير شوية، وشايفة انه يعني ده يمكن يكون حلم شديد الرومانسية، لكن انا بقول لا، 26 يوم 26 اتمنى ان احنا نكسر الحاجز، 26 يوم 26 نتمنى ان احنا نوصل لهذا الرقم. وخلونا نشوف ارقام المصريين كانت عامله ازاي في الانتخابات والارقام بتقول ايه. احنا معانا في هذه الكتله الانتخابيه 53.9 مليون ناخب، يعني تقريبا 54 مليون ناخب في 27 محافظه، متقسمين على 27 محافظه. عدد اللجان 13800 لجنه، يعني 352 لجنه عامه. الرقم ده مش مظبوط، 14000، هم 13800 لجنه. متقسمين ازاي يا جماعه كل هذه الاصوات اللي هي 54 مليون ناخب؟ اكبر سبع محافظات هي دي اللي معاها 58.8%، وهي دي المحافظات اللي احنا معولين عليها. مش ان احنا بنقول المحافظات الثانيه لا، لكن اصواتها بتفرق، لكن دي المحافظات الكتل الكبيره، هي دي المحافظات اللي هتفرق معانا وهتعمل معانا فرق، وهي دي اللي منتظرين فيها يعني كل الناس
الناس انها تنزل، لان هي دي اللي هتفرق معانا، ولاهل هذه المحافظات ان يفخروا لان هم دول اللي هيكونوا مؤثرين ان هم جايبين الرئيس الجديد. عندنا القاهره 6.6 مليون ناخب، 6.6 مليون ناخب. الجيزة 4.5 مليون ناخب. الإسكندرية 3.4 مليون ناخب. الدقهلية 3.7 مليون ناخب. الشرقية 3.6 مليون ناخب. البحيرة 3.3 مليون ناخب. والغربية حوالي 3 مليون ناخب. دول السبع كتل انتخابية الكبرى، أكبر سبع محافظات. وأنا عارفة إن المحافظات دي هتنزل بكثافة كبيرة جدا، كاميراتنا هتكون موجودة في كل مكان سواء في هذه المحافظات أو في غيرها. نشوف بقى كتلة الصعيد، وكتلة الصعيد دي كتلة مهمة. أرجو إن أي رئيس قادم لابد أن ينظر للصعيد، لأن الصعيد مظلوم مظلوم مظلوم، لكن أهل الصعيد يقدروا ينجحوا ويقدروا يسقطوا. أهل الصعيد الصعايدة الرجالة الجدعان ونسائهم الجدعان يقدروا ينجحوا ويقدروا يسقطوا. وعلى فكرة الصعايدة دول نزلوا في 30/6 بكثافة كبيرة جدا، رغم كل التهديدات، رغم كل التخويفات، رغم كل حاجة، أهل الصعيد نزلوا وكانوا مؤثرين جدا بمظاهراتهم في 30/6. كتلة الصعيد 26% من الكتلة الناخبة، يعني 14 مليون ناخب تقريبا، متقسمين بين الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان. دي الكتلة الصعيدية اللي بتؤثر جدا في الانتخابات. نشوف بقى كتلة تانية، كتلة محافظات القناة، اللي هي مش كتلة كبيرة لكنها أيضا كتلة لها أهلها بيشاركوا دايما بشكل كبير. بورسعيد مثلا من المدن اللي مشاركتها دايما كانت عالية، ودايما مشاركتها كانت ضد مرسي، ودايما مشاركتها كانت ضد دستور الإخوان، وكانت مشاركتها دايما مؤيدة للدستور اللي بعد نظام الإخوان، وكانت مؤثرة جدا بورسعيد وإسماعيلية والسويس. صحيح هي مش كتلة حرجة في العدد، لكنها كتلة مؤثرة من حيث المشاركة ومن حيث الأداء ومن حيث النسب ونسب التصويت لصالح مرشح أو غيره، وأيضا ضد نظام الإخوان. الكتلة 2 حوالي 1.5 مليون ناخب، بورسعيد والإسماعيلية والسويس. بورسعيد حوالي 453 ألف، إسماعيلية أكبر شوية 735 ألف، والسويس 396 ألف ناخب. نذكركم تاني بنسب المشاركة اللي كانت في الانتخابات والاستفتاءات الماضية، فنجد انه مثلا نسب المشاركة في انتخابات 2012، يعني ادي الجولة الاولى من الانتخابات، كام من المصريين نزلوا؟ 46% اللي هم كانوا وقتها 23.6 مليون مواطن مصري، كانوا حوالي بيعملوا 50%. في الجولة الثانية اللي كان فيها مرسي وشفيق نزل 26.5 مليون مواطن مصري، دول كانوا بيعملوا كام؟ حوالي 51%، 50.9، يعني كانوا وكانوا 51.8%. 26.5 مليون مواطن، هتجيبوا كام يا مصريين؟ هتنزلوا بكام يا مصريين في الانتخابات الرئاسية الجديدة؟ إذا كان في انتخابات مرسي وشفيق عملنا 26.5 مليون مواطن، 51%، هتجيبوا كام؟ ده امتحان، امتحان مش قدام أنفسكم بس، امتحان أمام العالم في الاستفتاء. والحقيقة دي طبعا مشاركات الاستفتاء، لكن دي كانت أعلى من مشاركة الاستفتاء الماضي، كنا 38%، يعني حوالي 20 مليون مواطن مصري. ودي معدلات المشاركة في الاستفتاءات من 2011، يعني الاستفتاء اللي هو كان في مارس 2011 كان 41%. انتخابات مجلس الشعب أعلى معدلات تصويت، طبعا كانت انتخابات مجلس الشعب، ودايما انتخابات مجلس الشعب لأن يبقى فيها عصبيات وقبليات وعائلات بيبقى فيها وأحزاب بيبقى فيها نسبة مشاركة أعلى 59%. الشورى طبعا كانت مأساة جدا، وعشان كده احنا ما قبلناش ان مجلس الشورى هو اللي شرع القوانين 12%. الجولة الاولى زي ما قلت لكم 46، 51 في الجولة الثانية. دستور 2012 كان 32، دستور الاخوان، دستور 2014 38.6%. هتعملوا كام؟ دستورنا طبعا كان اعلى من دستور الاخوان، هتنزلوا بكام يا مصريين؟ كام هينزل عدد من المصريين في هذا
هذه الانتخابات وهينجح الرئيس بكام؟ ده سؤال مهم جدا. هينجح الرئيس بكام؟ مش عايزين رئيس على الحروكروك، مش عايزين رئيس ناجح بنسبة قليلة، احنا عايزين رئيس قوي ناجح بدعم المصريين، ناجح بموافقة المصريين، ناجح بماجوريتي. يعني القضية ان ممكن يبقى واحد يجيب 10 مليون والتاني يجيب 5 مليون فنقول خلاص، ما هو الديمقراطية بتقول كده، لكن لا، احنا عايزين نسبة مشاركة عالية. لو قاعد في بيتك أرجوك انزل كلم أصحابك، شوف هينزلوا معاك ولا لأ. أي حد مزمزق ملقلق عنده شغل قول له هتفق معاك وهنزل معاك، وخدهم معاك في العربية وانزلوا بعربية واحدة عشان المواصلات، وهنقول لك دلوقتي كل الإرشادات اللي لازم تعملها بعد كده. أما النساء فأنا معولة على نساء مصر، وعارفة أن نساء مصر هم اللي هينزلوا جوازاتهم وولادهم واخواتهم، هم دول الستات اللي هيقودوا قاطرة الانتخابات في مصر زي ما قادوا قاطرة الاستفتاء في مصر. نسبة مشاركة النساء في أو نسبة من قاعدة الناخبين الرجالة حوالي 51% تقريبا أو 50.5 يعني 51.5، والنساء بنتكلم في 48.5%، لكن أنا متأكدة أن نسبة مشاركة النساء هتكون أكبر كتير من نسبة مشاركة الرجال، وبالتالي إحنا معولين على نساء مصر. لكن أيضاً لو أنت نازل خد صحابك في الشغل معاك، روح شغلك الصبح وارجع خد 3-4 من زمايلك في العربية. لو أنت نازلة ما تنزليش لوحدك، خدي ولادك، خدي إخواتك، خدي ستات العمارة كلهم، خدي صحباتك معاهم معاكي، ما تنزليش لوحدك. حتى إحنا نزلنا 30 يونيو احتفال، كلنا كنا بننزل مع بعض، المرة دي كمان هننزل مع بعض. دلوقتي عايزة أوريكم شيء رائع بعتته لنا الجميلة ساندرا نشأة، المخرجة المبدعة اللي قدمت لنا كانت قدمت لنا فيلم رائع عن الدستور. النهاردة ساندرا تسأل المصريين يا ترى بتحلم بإيه؟ أحلامكم إيه؟ بتحلم بإيه؟ عايز من الرئيس الجديد إيه؟ لكن هو الأهم، أنت بتحلم بإيه؟ تعالوا نشوف حلم المصريين مع ساندرا نشأة. تحلم انت امال وانا نايم؟ عايز اعيش ممنوع، معلش تعليمات اتصور، مش فاضي احلم ولا حد بيحلم حاجه في مصر؟ محدش يحلم حاجه في مصر، بلد حد يحلم فيها؟ بتحلمي بايه؟ اسمها احلام مش هتحقق. بنسال على الحلم بتاع مصر مصر احنا مالنا ومال مصر؟ سيبونا في حالنا، الحكومه علمنا ان الشعب ايه ما يخالفش. ايوه اشتغل انت ازاي بقى ملتزم؟ استاذ حضرتك 50 جنيه مش صبح يسعد صباحك، صباح الخير يجعل نهارك سعيد، فارد على الكون جناحك وبتبتسم من عيش مخطوب. بس انت عايز اروح الحج؟ اه دي احلام كبيره. بتحلم ليه يا حاج؟ راحت البال. ما احنا من ربنا يصلح حال البلد. رفاهية صحية، نعيش سعداء وخلاص، احنا مصلين نعيش. الجو يتعدى احنا من الركوبات تتغير بدل الزحمه اللي احنا فيها دي. بتجيب ايه؟ تحلم بايه؟ عايز تطلع ايه؟ اطلع زهر. تحلم بايه؟ بالغنى. ولا عايز ابقى مليونير ولا حاجه، عيشه مستوره حلوه بسيطه، واحد يتلم فيه بدل ما اقعد في الشارع. عليك كام؟ هو اللي يتنشئ لها نفسه كل حاجه، هيحلم بحاجه، هو شغل ده كده. بحلم بمهنتي بس، زي ما انا سواق، كل واحد يعمل في عمله بس يعمل صح، يطلع شغلنا 100 والناس يحبوني. انت بتحلم تبقى ايه وانت اطلع ده مصلحتي انا معلم وصنايعي وحلم. 3 مليون 4 مليون احلم على قدك يا راجل. سوقي معاك ما تخافش. تحيا مصر. تحلم بايه؟ نلاقي لأمة العالم، انا نفسي ابقى مغني. حلم الغلابة الدنيا مهما كان مهما. بتحلم بايه؟ حاجه فيا ليه؟ المتعه مش عاوز حاجه لنفسي،
اشوف واحد بس يشوف واحد يضحك معاه يتكلم مع ده ما اعرفوش اضحك معاه واهزر معاه ما اعرفوش. حلاوتك نفسي اتجوز. في العروسه موجوده؟ لا لسه مش موجود. نتكلم على حد. نتكلم على حد بعدين. لا ده انت هتخش في حوارات كده. عندك عروسه ليا؟ نفسي ابقى شقه عندي نفسي اتجوز. بحلم يبقى بيتنا احلى بيت. حلم اني اتجوز. عايزين نتجوز. اقول لك عاوز اتجوز. المكان بتاعك يحصل ايه؟ مش حلم انا موهوب يا شعر. بحلم بايه مصر؟ مصر يا استاذه النيل ده التراب ده شايف التراب ده؟ التراب ده احنا حلمنا ده. عم يقول يا مصر يا ام النيل يا عم اخش على النيل اهو. يا مصر يا ام النيل بين الضلوع جوا مش معايا. احمد يقول صح مات النهار ابن الصباح فلا تقولوا كيف مات. لا انت طول ما قطراني بدوله مش هينفع. مصر تبقى حلو بس المصر مصر لو بقت كويسه كلنا هنبقى كويسين. لولا مصر ما كناش احنا تستمر كل واحد يتم زعيد زلاوي. مصر جميله دي. مصر جميله بالناس اللي فيها. وانت وعشان الصوره اللي عملتها ونجحت فيها. وانت مصر جميله ليه؟ ما طنطا مصر يا رجاله ده شهامه. قلت له ايه؟ بقول له انت يجاوب يعني على السؤال. تحلم بايه يا حاج؟ لما نكون بلدنا جميلة والناس تحترم نفسها المناظر ديت ومسيئة مش بتاعت بني ادمين دي. أي رئيس جديد يكون راجل صالح ويصلح من شأن البلد. سلام عليكم يا حاج. ألف سلامة. اوعى تزعل تاني صحتك بدوني. اللي هيقعد على الكرسي ده هو الملك بشوفها من عند ربنا. أي واحد أي واحد يدي الرئاسة وعارفينه تمام التمام يبقى رئيس. يعني تمام التمام يعني إيه؟ يكون نظيف. يكون ما عملش احزاب. يكون يعني ما عملش اي تفرق بين الناس. هو تمام تمام. العدل فوق الجميع وبيعشقوا المخلوق ده اللي يخاف ربنا ما يخوفوش مخلوق. يا مصر يا ام النيل يا وحي للزجال يا ام النعيم والكرم والرزق للعمال. انت ابتسامه الشعب وانت الغنى عناي وحبك البسام بين الضلوع جواي لجلك ولجل هواكي يا مصرنا يا ماي بالروح نجود والعمر اجيال وراء اجيال. برافو عليك. برافو ايه ده انا ضحت هنا موت. تحلم بإيه مصر؟ الدنيا كلها حلوة والساعة ترجع للمكان ده. انت بتلح على السايح لما تزهقه؟ لما بيبقى عايز يعيط. عايز اشتغل. طب يا جماعة اكل العيال اللي في البيت ايه؟ اوكلهم حجارة؟ سافر على اوروبا. هروح نشتغل. انت بتشتغل اهو. انا اكرهها يا عمي. الناس بتجري ورا حالها والعيش غرابة ورا حالها ونعشت نركب واروحي. وظيفه بدل ما انا مرمي هنا في الجبل اشتغل بس بشهادتي بس لازم يكون عم فلان وبابا فلان كده. في ناس بتسافر وتمشي. بحلم اي شاب ما يفكرش ان هو يسافر بره. يعني انت انتماء يعني بناقص احنا وتبقى مصر. هني هنخش الجيش ونصير اربعه يوم موت يبقى موت بشرف. بحلم ربنا يخلفني. تحلم لنفسك انت ايه طيب؟ ولا حاجه يا ست. عايزين نعيش وخلاص. بتحلمي بايه؟ ربنا يخلي عيال يرزقهم يا رب. احلم ان انا عايش شقه اطول فيها اربع بنات ونعيش انا وعيالي مستورين. وعنده ولد وحيد خلص المدارس وقاعد بدون شغل نفسه يشتغل عشان يكون نفسه. واحنا على قد حالنا يعني وابوه ميت. ده الحلم بتاعي. احنا غلابه. بحلم احلم احلم ويا ريت يا ريت احلامي دي تبقى حقيقة. يا ريت يا ريت تتحقق كل دقيقة. مش عايزة اقول حاجة. انا عاوز اشوف عيالي يبقى حاجة. ادي فرصة لعيالي وبناتي. احلم بيه. احلام ظابط. لا بتدافع عن مصر. تحلمي بيه انت؟ ايوه بقى. عايز العب كوره. مهندس. دكتور. ضابط. طيار. ضابط. دكتور. ضابط. دكتور. ضابط. عايزين يكبروا. انا بحلم بالدنيا. عايزين البيت والامان. احنا مش عايزين النور يقطع عشان نعرف نسافر.
عايزين المدرسه والعلم. لا لا مش عايزين الصواب. نفسك تطلع ايه؟ مهندس. مهندس ايه؟ دكتور يعني. يا ندى ما تخافيش وش. ما تخافيش يا ندى. وانت عايزه تطلعي ايه؟ مدرسه. بحلم في يوم أشوف الناس معرفوش الجراح في القلب. بحلم في يوم أشوف بكرة بيزرع ضحكة للإنسان. بحلم. برافو ساندرا نشأت. برافو برافو برافو. أنا بحلم للمصريين إن حياتهم تبقى أحسن ويبقاش في واحد غلبان ولا واحد تعبان ولا واحد فقير ولا واحد عيان. ولا بحلم إنكم ترجعوا تحبوا بلدكم زي ما كنا بنحبها تاني. ساندرا نشأت مساء الخير. مساء الفل عليكي وعلى. وأنت بتحلمي بإيه يا ساندرا؟ بحلم بحاجات كتير والله. تلاقي في الآخر حلمنا شبه بعض زي كل الناس في الوقت ده شبه بعض. صحيح. اولا يعني عايزه اقول لك مبروك. كنت مستنيه الفيلم بفارغ الصبر وقاعده قلقانه ساندرا هتخلص مش هتخلص. ايه اللي خلاكي تختاري حلم المصريين او تقولي عليه؟ ليه اخترتي الحلم يا ساندرا؟ بصي من ساعه ما عملنا اللي خليك فاكر والفستور وعملت ده وحسيت انه بتلاقي كنز يعني بتلاقي حاجات واراء وبيقولوا كلام عمرك ما بتستاهلي انك تسمعيه. فبعد الموضوع الدستور والناس عملوا كده فكرت الناس دي بتحلم بيا ترى. طب هي عملت كده وراحت الدستور ونزلوا طب وايه بيفكروا بايه بيحلموا بايه؟ فجاتني الفكره من هنا وقلت لي لا ما اعمل الحكايه دي تاني. وانا استمتعت جدا بيها وبالكاست اللي معايا قلنا والله هنعمل ده ولقينا نفس الحاجه. الكنز الذي لا ينتهي طول ما انت ماشيه كنز افكارهم وارائهم. شفت الراجل الاسمر اللي بيقول لك اي رئيس ما عندوش تفرقه ولا احزاب يبقى تمام التمام. حكمة ببساطة رهيبة. أحلام بسيطة أبسط من البساطة. أعيش مستور بس بحلم لعيالي سوالي كم بس. فأنا بحس إن ما عادتش حاجة. أنا نزلت سألت الناس طلعولي اللي عمل ده يعني مش واحد. الولاد يا ساندرا الصغيرين اللي رجعوا يحلموا ان هو يكون ضابط ودكتور ومهندس. يعني دي انا كنت بحس انه فكره ضابط دي انتهت. ما كانش كتير من المصريين بيحلموا ان رجعوا تاني. وانت حطيتي غنوه يا عسكري يا ابو بندويه دي. ودي تحيه لكل الضباط اللي بيموتوا ولا عساكر بتموت. العيال دي تحيه من الاطفال للناس دي لانه العيال دي بيقولوا ضابط. انا شلت يمكن 20 واحد كمان بيقولوا ضابط عشان احس بس انه في احلام تانية. حلم الضباط رجع تاني ورجعت الاطفال تحلم بانها تبقى ظابط تاني. ايه الحلم الايه يعني ايه اللي جذب انتباهك؟ ايه الحته اللي وقفتي عليها او الشخص اللي انت حسيتي ياه ده انت جميل قوي؟ بصي الشاعر طبعا ومش لوحدي كل الناس. ايه ده شاعر كده بالطريقه دي بيموت في تراب مصر. ولما تفاجئيه بسؤال يعني انتماء فيقول لك انه مش بنناقص احنا وتبقى مصر. ايه الاجابه السريعه البديهيه الجباره دي؟ فبتلاقي شاعر قاعد على النيل كان قاعد بيشرب شاي الراجل ده. فبتلاقي برضه كنز يخرب بيت عقلك. ايه الشعر اللي انت جايبه ده؟ وكتار بصي كل واحد هو بطل. الست النوبيه اللي هي مش عايزه حاجه غير انه ابنها يشتغل. العيال الصغيره اللي هي ما بتحلمش طبعا ده اللي يعني ده اللي خبني. عيل في صحراء في السد العالي اللي هو ماسك الغاز البنات ده فيضحك يقول لك ما بحلمش. ان حتى الكلمه دي غريبه. بس طبعا مش قادر اقول لك ان واحد بس جذبني. لا كل الناس يعني وكلهم بجد يعني يشتركوا في حاجه انه عايزين يبقوا مستورين عايزين يعيشوا كويس عايزين امن وامان. بس كده حلمنا كلنا زي ما انت قلتي اول حلقه هو اللي بتقوليه هو اللي قالوه على فكره. هو ده حلمنا كلنا في اي مكان بس الصحه والستر يا رب وان البلد دي تبقى احسن عشان اهلها يكونوا يعيشوا احسن. ساندرا انا عايزه اشكرك. ومين الطاقم اللي اشتغل معاكي؟ هل هو نفس الطاقم اللي اشتغل معاكي؟ جزء منهم بس جزء منهم للاسف اشتغل معانا مونتير جديد اسمه مجدي. ومجدي استحملني في شهر بطلع راسه كل شويه لانه بقعد اقول له لا في كان في 20 ساعه حاجه تاني فيرجع يبص تاني. ادهم اللي هو كان زي يعني المساعد بتاعي دراع اليمين اللي هو في كل شوط كنا هناخد ده ولا ده كان ايه ال 20 ساعه مش سهل. مريم اللي هي بتقعد تدور لي على الاغاني. اروم الشركه اللي انا بشتغل فيها كل الناس دي ما حدش خد فلوس.
كل الناس دي بتعمل بنفس الروح اللي قبل كده. فبشكرهم طبعا، ومن غيرهم ما كنتش عملت الفيلم ده قبل. الحقيقة انه يعني كمان اختيار الساوند تراك يفضل رائع دايما في كل افلامك. أبلة فضيلة، احمد زكي، بدرية السيد، يعني ساندرا، انت فعلا بتحط ايدك تطلعي كنز. والله الكنز ده مش موجود بس احنا اللي مش واخدين بالنا. الكنز ده لكل المصريين. مش هنسى هاني ومغازي ويوسف عشان يقعدوا يزعلوا ويقولوا ما قلتيش الكنز. انا بشكرك شكرا جزيلا على الابداع والفن. قد ايه الفن بيبقى مؤثر. انا حبيت في اول الحلقه ان انا اعرض لكم حلم المصريين او بحلم اللي بتقدمه لنا ساندرا، علشان لكل مرشح من المرشحين، بهدي ده للمشير السيسي والحمدين صباحي، هم دول المصريين اللي انتوا جايين بتتنافسوا عشان تحكموهم. هم دول حلمهم بسيط، هم بس عايزين ياكلوا ويعيشوا ويروحوا مدرسه ويتعالجوا ويعيشوا حياه كويسه. الست عايزه ابنها يلاقي شغل، الولد نفسه يبقى دكتور ونفسه يبقى مهندس ونفسه يبقى ضابط، وبنت عايزه تبقى مدرسه. احلام بسيطه جدا جدا جدا. واحد مش عايز زحمه الاوتوبيس، واحد مش عايز يقف في المرور اشاره المرور مده طويله. دي احلام بسيطه يا جماعه، احنا مش طماعين، احنا عايزين حياه، بس حياه افضل. وعشان الحياه افضل وعشان تبقى الحياه افضل لازم ننزل، ولازم يوم 26 نبقى 26.